استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي، مؤكدا أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة ومكانتهما المحورية في المتوسط ولما فيه خير للشعبين الصديقين. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان لوزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم. وحذرت مصر من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، داعية إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع الإساءة لجميع أديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استكمال الأعمال بمشروعات البنية التحتية الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقدر بتكلفة إجمالية تتجاوز 7 مليارات جنيه بمختلف مناطق المدينة، مشددا على ضرورة تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة وفي أسرع وقت، وذلك في ضوء العمل على إنجاز خطة الدولة للمشروعات القومية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد أنها شنت 14 غارة على مجموعات عسكرية روسية وثلاث ضربات على مواقع أنظمة الدفاع الصاروخية للروس خلال 24 ساعة الماضية، وذكرت هيئة الأركان العامة في بيان وفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أحدثت أضرارا بالغة بمجموعتين من أفراد القوات الروسية. حقق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد أحرزها محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري والتي جمعت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.